البطالة بعض المرات كتكون عيب ومشكل ما كيأثرش غير على الشخص اللي كيعاني منها، لكن التأثير ديالها كيوصل حتى للوالدين وبعض المرات حتى الإخوان من اللي كيشوف واحد منهم يا إما مبغاش يخدم أو الخدمة موجودة، لكن كتكون عند العاطل عقدة ضحية وكيبقى يشوف راسه أنه ضحية المجتمع والتصرفات خايبة كيديروها ضد الناس اللي دايرين به. والشي اللي وقع في هذه القصة غادي يبين هادشي. عماد واحد شاب عاطل عن العمل، العمر ديالو 27 سنة، كان عايش في نفس المنزل مع الأسرة اللي كتكون من الأب والأم وعنده بعض الإخوان. واحد عايش مع الوالدين وعماد في الطابق الأرضي وخوته اللي باقين في بلاصة أخرى. عماد كان عايش وما عندوش الغرض يخدم، هو اللي باغي يربح العام طويل، وبعض المرات كيدور بخوته اللي مزوجين ومقاتلين مع الزمان باش يدوروا معاه، ومرة مرة كيعز عليهم ويدوروا معاه بشي بركة، وباش ياخذ داك البركة خاصو لابد يسمع محاضرة طويلة اللي كانت كتدخل من هاد الودن وكتخرج من الودن أخرى، وكيشد داك الفلوس ويخرج. ومع الوقت هاد الحياة اللي عايشها عماد بدات تطلع في راس خوته، حتى لدرجة أن المعيور المحاضرات اللي كان كيسمعها ديما ما بقاوش كينفعوا معاه، وملي شافوا داك الشيء ما كينفع في والو مرة مرة بداو كيضربوه، عالله وعسى يتقاد وينوض يخدم على راسه. وحتى هو ما بقاش حامل أنه يسمع شي كلام منهم ولا يضربوه، ولكن ملي يطلع له هادشي في الراس ماشي غادي يقول أجي نوض نخدم ونعول على راسي، لكن غادي يشوف واحد الحل اللي هو أصعب من هادشي كامل، وعيقول مع راسه هادو اللي كيعطون جدي الريال وكيعايروني ويضربوني، كيفاش غادي نوقفهم عند حدهم؟ ومن ذاك الوقت بدا يفكر في الحل المناسب باش يتفاك منهم، ولكن شنو غادي يدير وش لا ما يدير؟ بعد ما فكر عماد وبدا يبحث ويشقلب في الافكار في راسه، غادي يبان له الحل الاسهل في نظره، وهو يبحث على شقور ومصمادي مزيان ويخبيه حتى يجي الوقت المناسب. والاختيار ديال الضحيه الاول والضحيه الثاني ما كانش صعيب عليه انه يختار المناسب بيناتهم، لانه عايشوف شكون اللي كان كيتفنن في السب والشتم والضرب، وطبعا بالنسبه ليه الضحيه الاول المناسب هو اخوه الكبير. وبدا كيراقب ويخطط شنو غادي يدير وكيفاش وفين، خاصة أنه الأخ الكبير ما كانش ساكن في نفس الدار وكيجي مرة في سيمانة. ومع الانتظار جاء الوقت المناسب اللي عايجي الأخ الكبير ويباركي الموتور دياله في الكلوار ديال الدار ويطلع عند الوالدين، وعماد عايبقى في البيز دياله كيحضي فوقاش يشوفه هابط. واحد لحظة عايسمع الصوت ديال شي واحد نازل، خرج كيجري وتخبى ورا الدروج حتى ظهر الأخ دياله، ويالله وصل الموتور وبغى باش يحركو، المجرم غادي يهز الشاقور للسماء وينزل عليه الرقبة ديالو. غير طاح جروا البيت فين كان موجد واحد الحفرة باش يطمروا تماك، وعاود خرج مسح البلايص اللي فيهم الدم وهز داك الموتور وداه لواحد البلاصة بعيدة ورماه تماك، ورجع البيز ديالو باش يدفن الجثة في الحفرة اللي كان موجدها، لكن غادي يجبرها صغيرة وما كافياش باش يدفنوا فيها، ولكن بالنسبة ليه الحل موجود. خد الموس اللي حتى هو كان موجد الجريمة وقطع الجثة ودفنها، ومشى جاب الجير والسيما وغطى معالم الجريمة في البيت. الزوجة ديال الضحية عتبقى تنتظر الزوج اللي تعطل بزاف، وملي عتشوف السيد ما بان له حتى شي أثر غادا تجي تسول عليه الأهل ديالو اللي ما فراسهم حتى هما ما يتعاود. غادا يبداو يبحثوا عليه ويسولوا الناس، لكن السيد وكأن الأرض انشقت وبلعته، الناس كيبحثوا وكل شيء كيسول فين مشى السيد والدنيا مقلوبة. وحتى المجرم كيبحث وكيبين راسو أنه مألم لهذا الاختفاء، وكيمشي ويسول الناس اللي كيعرفهم وكأنه ما عارف والو، وكل مرة يمشي عند البوليس باش يشوف واش كاين شي جديد في القضية ديال البحث، وبقى الحال على ما هو عليه، اختفاء في ظروف غامضة لهذا الشخص، أو ربما يكون مشى لشي بلاصة وبغى يبعد من كل شيء، لأنه كاين بزاف ديال الحالات كيختفوا بدون مبرر، حيت حتى واحد ما جا في البال ديالو أنه يكون السبب ديال الاختفاء هو خوه عماد. ومشات أيام وجات أيام، وجاء الوقت باش يفكر في الخطة اللي غادي يديرها باش يصفيها الأخ الثاني اللي مازال كيسمعوا المعيور ويعطيه في المحاضرات. لكن القضية ديالو غادا تكون سهلة، لأنه ساكن معاه في نفس المنزل، غير هو غادي يبقى ليه يختار الوقت المناسب اللي يقدر يجي في أي لحظة، بمعنى خاصو يكون مساعد ديما، وداك الشي اللي كان. والاختيار ديال المجرم غادي يكون طواليط كمسرح للجريمة ديالو. بقى حساس في الليل على أخوه حتى شافو نازل للطواليط، وغير بغى يسد الباب بنفس الشاقور والطريقة، نزل عليه في القرفدة ديالو ومباشرة جرو، وبنفس السيناريو
نظم مسح الدم والأثر ديال الجريمة وعاود رجع البيت وبدأ يقطع في الجثة. وهاد المرة بما أن الحفرة ما كيناش فغادي يدير الجثة في البلاستيك ويخرج نفس اللي يرميها في واد الحار قبل ما يجي الصباح ويعرفوه. ناضوا الدار كيتسناو السيد فين مشى الله أعلم. القضية حماضت، جوج ديال الخوت ورا بعضهم مشاو، لكن هاد المرة ما يكونش الأمر سهل بحال المرة الأولى، والقضية ما تمرش مرور الكرام، لأن البوليس ما يقولوش أن الاختفاء الثاني حتى هو ربما يكون الشخص اختاره كيف المرة الأولى، لأن الأمر ماشي عادي طبعا، وأن الاختفاء ديال هاد الخوت مور بعضهم كاين شي حاجة تما. ومباشرة الشرطة غادة تبدأ التحريات ديالها في القضية وعاد تبدأ تسول أفراد الأسرة، وكان سهل أنها ترى في المشاكل اللي كانت بين الخوت. وكيفاش كان ديما المجرم كيخلق المشاكل مع خوته من اللي كيطلبوا منه انه يخدم على راسه، لان الشرطه كتشوف الضحيه واش كان عنده شي مشكل مع شي واحد. وتوصلت الشرطه ان المستفيد الوحيد من هاد الجرائم اللي وقعوا هو عماد، اللي كانت كل الدلائل كتبين انها تخلص من الاخوان ديالو باش ما يبقاش يسمع الهضره ديالهم. وبدات الشرطه كتستنطقوا وتبحث في المنزل حتى جبروا الحفره اللي حفرها باش يخبي فيها الجثه ديال الاخ ديالو. حاول باش ينفي داك الشيء واخا ان الجثه وسط البيس ديالو وانه ما عرف والو، لكن بقى له غير يعترف لانه جميع الدلائل كتقول انه هو مول الفعله وداك الشيء اللي كان. ومشدهم للبلاصه فين رمى الجثه الثانيه وحتى البلايص فين خبى ادوات الجريمه، وفي الاخير ما كان عليه غير يمد يده باش يتقطن ويركب مع البوليس باش يمشي للمكان المناسب ليه كمجرم.